الفيديو ديال اليوم غادي نهضروا عليه بزاف الاخوان السائقين المبتدئين اللي كيكونوا مرتبكين وكيكونوا خايفين وكيكونوا داهشين وكيديروا واحد الاخطاء اللي ما غاديش يرحمهم حتى شي واحد وما غاديش حتى شي واحد وبزاف الناس الا شافوها غيبقى هذا كيتعلم واخا هو راه معلم. المهم اليوم غادي نهضروا على هذا الموضوع النيش، خليكم معايا في هذا الفيديو باش تشوفوا ان شاء الله كامل وكملوه وكنعطيكم واحد النصائح اللي من ذهب. السلام عليكم البنات الاولاد، كنتمنى من الله كلشي تكونوا بخير على خير وبصحه جيده ان شاء الله، وجميع العائلات اللي كتفرج فيا وكما شفتوا دابا راه من الخدمه جيت ندير لكم فيديو هنايا، الله يلقى حوايج الخدمه. قلت علاش لما عنديش لكم هذا الفيديو، هذا الفيديو شي حاجه واحد النصيحه للاخوان السائقين المبتدئين اللي كي انا شفت حيت كنشوف شي حاجه اللي كتوقع قدامي وكنجي كنبغي ندير عليها فيديو باش الانسان يتفادى هذا الشيء. بالنسبه اليوم ان شاء الله غادي نهضروا واحد النصيحه للاخوان السائقين المهنيين المبتدئين اللي الله غيبدا في هذا الدومين ان شاء الله، ونتمنوا من الله ربي يسر الجميع. ندخل في الموضوع نيشان باش ما نطولش عليكم بزاف. بالنسبه بزاف الناس كتدخل لهذا الدومين، بالنسبه كنت كمبتدئ وانت كتصوب كتحس براسك انت كتصوب، ولكن كيكون عندك واحد ارتباك كتكون مرتبك كتكون بحاس براسك ما انت سايق ولا انت باغي تسوق وانت ديما مشطون وانت ديما مخلوع، انت ديما كتبان في وجه السائقين المهنيين اللي كيكونوا خدامين عليك شويه كتبان كتعلم، واخا تكون شحال ضرب شي كتبقى ديما كتبان كتعلم. لا عمرك ما تخاف وعمرك ما تدهش، واللي بغى الله هي اللي غادا تكون. الموضوع ديال اليوم على هادشي بالنسبه بزاف ديال الدراري كنشوفهم باقيين جدادين، باش كنعرفوا انا جديد كنعرفوا بالارتباك ديالو مرتبك شاد الفوله وخايف راجع مشاريا وكيباون كيجي تخلع، وواحد الحاجه اخرى ثاني يعني كيمشي يطلع فوق الميزان ما كينزلش من الكاميه، الدراري يطلع فوق الميزان بالنسبه للمبتدئين ينزل فوق الميزان، راه حيت لهاديك راه كيتسماها الطاره كطاري الكاميه، الكاميه خصو الطاره خاوي، ملي كيشوفوك شي وحدين شي فوراس ما غنعموش كلشي كيقول لك هذاك راه باقي جديد راه باقي طالع للكاميه، وبنادم خاصو غير على شي، فهموني شنو بغيت نقول لكم، حيت قليل الا ما رحم ربي اللي كتبيه مزيان. راه بزاف الناس قالك اجي تعلم اجي وما صوفوكش وما عقلوش عليك، باش نهضروا واقعيين ديما فوق الميزان نطلع نزل من الكاميون نطلع فوق الميزان، ثاني نزل من الكاميون الطاره الاوراق ديالي قبل ما نخرج ناخذ الاوراق ديالي كاملين نبيريفي كاملين الاوراق ديال الطونه شحال عندي والماتريكولا والسميه ديالتي كلشي هادشي نبيريفي وسميه الشركه اللي يكونوا غالطين فيها ولا شي حاجه شحال عندي من باريطه وشحال مشارجي، المهم حسابك يكون في راسك، حيت دابا كتلحق عند السيكيريتي كيقول خويا شحال عندك من باريطه واخا راه دزتي في الميزان، حيت هما كيحسبوا واحد الحساب اخر السيكيريتي، وبالنسبه لصحاب الميزان تما بحدهم الماتريكولا ديالك من نتايا علاش مرتبك انت الماتريكولا ديال الكاميون ما حافظهاش، راه كيشوفوك راك مبتدئ الماتريكولا ديال الكاميون حفظها، والماتريكولا ديال الطابله ديالي ولا ديال لابان ولا ديال البوتشار ولا ديال هذه، حيت كاينه دابا الطارقه ديال الماتريكولا حنا كنقولوا ليها ديال الكاميو، وكاينه الماتريكولا ديال الطابله ديال الجر ولا ديال الفريو نكون حافظها، علاش انا ما غاديش نكون حافظها؟ علاش انا نخلي بنادم يبقى يحقق فيا؟ علاش ندير انا الاخطاء كامله؟ لا ما نديرهاش، حاجه اللي كتبانها راه ساهله راه ساهله، وشي حاجه اللي ما ساهلاش راه ما ساهلاش، الماتريكولا ديالتي كنكتبها هنايا كتبها هنا في ايدي فين كاين الاشكال؟ كتمشي دابا حدا شي فور كيشوف كيبقى يشوف بلاتي بلاتي ترجع للكاتجريز نشوف ونشوف الماتريكولا ديال الكاميو، هنا كيحكم عليك بانك انت مبتدئ، وفي المارشاريان ملي كتكون راجع مارشاريان توكل على الله ورجع، ماشي انت راك جاي فور وكتعرف بزاف د الحوايج وراجع ومخلوع، راجع وكديرها، كيشوفك واحد كيقول لك راه كيتعلم هذا، وتلقى في يد الله سبحانه وتعالى، حتى شي واحد مازال معلم، حنا النهار الاول ملي جينا للدومين كنا كنقولوا المارشاريان بحار وادي والحمد لله، حتى شي حاجه مابقاش كتغلبنا، الحمد لله الحمد لله، ولكن الدراري تكون واحد شويه الثقه في النفس، انت كتصوب مبتدئ توكل على الله سبحانه وتعالى، هذاك ارتباك ما ديريش ما تخدمش بداك ارتباك، انت مرتبك وانت خايف وانت كتسول والي ايه شي حاجه ما عرفتي اه سول عليها حاجه عاديه، ولكن انت طالع فوق الميزان ورايم عند الحديدات غادي تضرب، والمشكل انت كتصوب ومرتبك، هادو هاد بحال هاد الناس راهم كاين بزاف وانا شفتهم طالعوا مخلوع، وبعد ما كيوك حدا حدي معايا فوق الميزان غنرجع مشاريان وكيرد فوق الميزان بلا ما تقول لي حتى شي حاجه، وكيجي عندك انت كيقولها لك باش تكون واحد الثقه في النفس شويه ضعيفه، فهمتوني راه حيت قليل الا ما رحم ربي اللي غيوري، انا كنشوف شحال من شي فور راجع وكيبقاو حاضينو هاك
قسما بالله، وانا ما غاديش نفتخر عليك، ويمكن شي ناس تكون تفرج فيا بزاف. كنزل كنقيدي اي شيء، كنقيدي عادي، عارف وانا حريفي وعارف وانا غادي كنزل كنقيدي، حيت راه لقات شي حاجه وراه راه ما غاديش عقل والو، ركون على يقين تام يضرب باريطه، غيقطعوا الباترون، الباترون غيقطع الشيفون، باش نهضروا واقعيين، قصتي شي حاجه غيقطعوا لي ما غاديش يزقلو، وانت ما غاديش يزقلو الشيفور، حيت الشيفور ديما مسكين هو كلاصق، باش نهضروا واقعيين، الشيفور ديما هو كلاصق. هادي نصيحة للإخوان السائقين المبتدئين، الدراري اللي يلاه غتطلع في هاد الدومين ولا بدات، متبقاش خويا مرتبك، متبقاش مرتبك، اللي بغى الله هي اللي كاين، متبقاش تقول ولا وناري غتوقع لي شي مشكل ياخذوا لي الرمو، وصافي خادوك ليك الرموك، راه مكاينش ذاك الرموك اصاحبي، ذاك الرموك راه فيه خير إلا مشى، أنت كون درتي بيك سيدة ومتيها، هادي خدمي تخدم بها ديما في مخك، اللي بغى الله هي اللي غادا تكون. المهم الدراري نتمنوا من الله هذا الفيديو يكون، هذا الموضوع يكون ان شاء الله يكون وصل ليكم، هذا اليوم هذا الفيديو اللي هضرنا عليه يكون وصل بزاف الاخوان المبتدئين. والدراري ما تنساوش الدراري تفاعلوا مع القناه باش نبقاو نلوحوا فيديوهات زوينين ونبقاو بزاف الحوايج. هذه القناه الحمد لله شي انا وخا مولاها كنشوفها فيها شي حاجه اللي زوينه صراحه، واللي ما عطاوهاش لينا بزاف الناس وبزاف الحوايج. خليوا لي كومونتيرات، سول راسك نجاوب خويا، نديروا فيديو ملي كنجمع واحد الخلاصه كندير فيديو كما الفيديوهات الاولين. ونتمنوا من الله التيسير للجميع ان شاء الله، وما تخاف ما تدش، واللي بغى الله هي اللي غادي تكون. والسلام عليكم.